الجديد هو بيان الهلال الأحمر الفلسطيني الذي تعامل منذ ساعات الصباح بعشرات الإصابات في ظروف معقدة، منعت طواقم الإسعاف والهلال من الوصول إلى عمق البلدة القديمة. ما بعد الانسحاب وحتى هذه اللحظة استطاعت بالتأكيد الجهات الرسمية في هذه اللحظات طبعا بإحصاء العدد الكلي، ونحن نتحدث عن 3 شهداء و69 إصابة، منها 7 إصابات بالرصاص الحي و7 إصابات بالرصاص أيضا الحي، لكنها عولجت ميدانيا ورفضت الطواقم بالتأكيد أن يكون هنا، رفض الشبان المصابون من المقاومين من النقل إلى المستشفيات خشية اقتحام هذه المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتلقوا العلاج ميدانيا. وأيضا 13 إصابة بالاختناق، هنالك إصابة لمسنة بشظية من رصاص الاحتلال الإسرائيلي والقذائف التي أطلقت في محيط هذا المنزل، وإصابتها بليغة في الوجه وتتلقى العلاج في هذه اللحظات في مستشفى رفيديا. هذا المشهد الميداني في هذه اللحظات. والدة الشهيد إبراهيم النابلسي وصلت قبل قليل إلى مستشفى رفيديا لإلقاء نظرة الوداع على نجلها بدموع الأم الصابرة والمحتسبة، ودعت ورثت نجلها الذي قال في رسالته الأخيرة وفي التسجيل الصوتي الأخير لإبراهيم لعائلته بأنه يحب والدته. بعد ذلك انقطع الاتصال وارتقى شهيدا بعد إصابته الحرجة في مستوى الرقبة برصاص قناصة الاحتلال الذين فرضوا حصارا على البلدة القديمة وفي نطاق المنزل المحاصر. بالتأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات يعني وزع بيانا تحدث به عن أن العملية العسكرية حققت أهدافها لهذا اليوم في مدينة نابلس، وسيبقي على استمرار مشهد العمليات المتتالية في مناطق الضفة الغربية. يسمع في هذه اللحظات أصوات لإطلاق الرصاص في مدينة نابلس، وهنالك ترقب للساعة القادمة مع إعلان حالة الإضراب العام والتجاري، وهنالك دعوات شبابية ولنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مدن الضفة الغربية وأبرزها رام الله للدعوة إلى الإضراب حدادا وتنديدا بالعدوان الذي تعرضت له مدينة نابلس هذا اليوم. مئات وآلاف الفلسطينيين أولئك الذين لم يتوجهوا إلى أعمالهم، طلبة الجامعات، أصحاب المحال التجارية، الجميع اليوم يقف هنا وسط ميدان الشهداء في هذه اللحظات وسط ترقب وحديث عن الساعات الأخيرة والماضية التي شهدتها مدينة نابلس، حيث كانت المدينة أصبح بمسرح العمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. حتى هذه النقطة التي نشاهدها في هذا المكان كان يتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي